الموسيقى بعض من شخصيته، وهي من خلال نبضاته تتحول إلى حكاية حب وأنشودة صلاة. فنان هو حتى الشرايين، ومبدع حتى لكأنه وليد نفسه، وبريء كأنه طفل. موسيقاه لا تشبه سواه، هما واحد أمام مذبح الجمال. هكذا وصفه الشعراء الذين أحبوه، إذ وجدوه نبيلاً في كل نغمة، شريفاً في كل مقام، وأبياً في كل كلمة. إنه الفنان جوزيف خليفي. في عائلة عمشتية بعيدة عن الموسيقى كاحتراف، ولكنها متذوقة للفنون بما فيها السياسة على أنها فن الممكن مما هو مرغوب، ولد جوزيف خليفي في عمشيت جبيل عام 1960. وفي مدارسها استطاع أن يبدأ بتعلم العزف على آلة البيانو، وهكذا كانت البداية. أنا كنت صغير وكنت كثير حب الموسيقى، بس ما كان عندنا إمكانية يعني بيت أهلي إنه نفوت بعالم الموسيقى، لأنه اهتماماتهم ما كانت موسيقية، كانت سياسة إجمالاً، بلديات ومختارية ونادي، بس ما كان عندنا اللمسة الفنية. وما كنت بعرف حالي إني أنا بدي أصير فنان أو بدي أتخصص موسيقى. بمدرستي وقت كنت صغير، كان عمري شي 11 سنة، بيكتبوا إنه في نشاطات فنية، وأنا بنتسب لهالنشاطات، بحطوني على ليست داتانت، يعني على اللائحة، بالانتظار. وبيطلع في الأستاذ بالإيدي كتير صغير وصبيعي صغار، إذا بدي أعمل بيانو، وقال هذا ما مش ممكن يمشي بالموسيقى لأنه كتير صغير. وفعلا لأجل حظي بيترك تلميذ من هالتلميذ، صار إلي مكان إني فوت. فتت على البيانو، يعني أدرس بيانو، مبسطت كتير. يعني أنا بتذكر إنه كان النهار مثلاً 9 ساعات أو 10 ساعات، كنت أهرب من الصف لأروح أتمرن على البيانو، وأتمرن إشياء ما بعرف أخترع، يعني غلط كله أكيد، بس إنه حس إنه هون مكاني، هون لازم ضل. لما بسمع موسيقى جوزيف خليفي بحس إنه بتحمل لي صدى العميق للبيئة اللي تربى فيها، اللي هي بيئة عمشيت، واللي بقدر أقول إنه باختصرها بثلاث نقاط، أو بقدر أقول بثلاث إيقاعات. أول نقطة هي إنه فيها تأمل متأني، اللي تأمل يكاد يشابه الصلاة. النقطة الثانية هي الألفة، اللي بحس إنه بس اسمعها كأنه عم تعزف لإلي فقط، وهذا اللي بخلي إنه شخص اللي بكون عم يسمع بحس إنه هالموسيقى جاي لإله، عم تعزف لإله، وهو عم يكون لإله. النقطة الثالثة واللي هي أساسية، إنه هالموسيقى خالية من أي بهرجة ومن أي زخرفة خارجية، اللي بتعتمد إنه البساطة هي اللي بتودي للحقيقة. بهالنقاط الثلاثة بحس إنه جوزيف عم يستوحيها من عمشيت، ولسبب هي بتكون وحي لهالبيئة اللي هو تربى فيها وترداد لإله. في عمر مبكر تعلم العزف، وفي 14 من عمره وعلى مقاعد الدراسة بدأ يشعر بميل إلى التأليف الموسيقي، فراح يسرح بأفكاره بعيداً وخياله يسبقه إلى عالم التأليف والتلحين. التأليف الموسيقي تم كان عمري 14 سنة. كنت أنا بكون عم بتعلم بالصف عادي بالمدرسة، بأي حصة بتكون، يعني أو ماتيماتيك أو فرنسي أو عربي، أنا بكون شارد وإيدي على الطاولة تبع المدرسة، عن طبقة بيقولوا نحن كنا نقولها طبقة، ونقعد ودق موسيقى وتخيل النوتات براسي. ما بعرف شو هني، ما بتذكر شو هني، بس أقعد دق. ويطلع فيي أستاذ الفرنسي ويضرب على الطاولة ويقول لي أخوت، سرعيت عليه ويقول لي أنا أخوت، ما يعرف اني انا عم بسمع اشياء بديني وعم دق. هو مخمل انه انا غير عالم، يعني هيدا الشيء كتير خليني اكتشف انه معقول عندي شيء غريب بفكر فني ما كنت بعرفه قبل. وحقيقة حاولت، جبت ورقة موسيقى وجبت قلم، عاد صرت ألف
ركب نوتات على بعضها، أنا مش عارف شو هي، بس اللي بعرف إنه كنت كتير سعيد. رفض الأهل توجه جوزيف إلى الموسيقى في بادئ الأمر، لكنهم سرعان ما خضعوا لرغبة ولدهم، إذ رأوا عنده شغفاً وموهبة يجب صقلها في دراسة الموسيقى والتخصص فيها. ففي العام 1991 نال إجازة في العلوم الموسيقية من جامعة الروح القدس في الكاثوليك، وشهادة في التأليف الموسيقي، وكان تمكن من أخذ دروس في التأليف الموسيقي في روما، فرنسا، سويسرا وشيكاغو بين الأعوام 1980 و1987. صار وقت يسألني بيي شو لازم أتخصص. كثير حب أني أعمل طبيب على أساس خيي أنه وجهه يكون مهندس، وبتعرفوا العقلية نحن اللبنانية ثلاث مهن، أو مهندس أو طبيب أو محامي، وغير هيك صار شغل مقل وطعمي. أنا ما كنت أتجرأ أقول لهم بدي أعمل موسيقى. موسيقى يعني شو موسيقى؟ شي كتير مضحك لأهل البيت يعني. بالآخر قلت أنا بدي أتخصص موسيقى، وفعلا قال لي بيي بس أنا كنت حابب أعملك طبيب، وأنا يعني إذا بشوف نقطة الدم بغيب عن الوعي، عرفتي كيف؟ قلت له كيف بدي أعمل طبيب أنه لا سكين بعرف أحمل، لا مقص بعرف أحمل، لا ما فيني أشوف واحد نايم مريض أو شيء. من هون لهون اقتنع أنه أنا موهوب، أنه لازم كفي موسيقى. فعلا ساعدوني أهلي وقدرت تخصصت، فت على الجامعة، على جامعة روح القدس بالكاثوليك، وعملت دروس جامعية بالموسيقى. بذات الوقت كنت بعدني عم بدرس بالكونسيرفاتوار، عم بتخصص بالنوتا، بالسولفيج، بكل مواد التأليف. توجه جوزيف نحو التعليم الموسيقي، فكان مهنته يكسب منها عيشه. أما التلحين فبقي عنده الفن الذي يكبر معه ويتألق. فهو أستاذ مادة الموسيقى في الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU منذ العام 1991 وحتى اليوم. وقبلها أعطى دروساً في الموسيقى في الجامعة الأمريكية في بيروت بين العام 84 و1990. وفي جامعة الروح القدس من الأعوام 83 حتى 2001، وفي الانترناشنال كوليدج بين 1991 و1992، وفي الجامعة اللبنانية بين عامي 1998 و2000. إضافة إلى التعليم في المعاهد الأكاديمية، كان جوزيف خليفي أستاذاً لأكثر من فنان لبناني معروف، فهو أيضاً أستاذ للسولفاج ومادة تركيز الصوت فوكاليس. فمعرفته بالصوت حسب الدكتور وليد غلمية ليست وليدة الدراسة فقط، بل هي من فورانه الداخلي أيضاً وخبرته المتنوعة. فهو يحب كثيراً، ومن يحب كثيراً يبدع كثيراً. جوزيف ما عنده عدة وجوه، عنده وجه واحد هو وجه الإنسان. تحت هالوجه هذا إذا بتفوتي بتلاقي قلب طفل، وبتلاقي قلب فنان، وبتلاقي قلب شاعر. أنا معرفتي فيه كانت من خلال الشعر، من خلال الكلمات، وفعلا لقيت أنه إلى جانب الذائقة الموسيقية اللي عنده، إلى جانب الإبداع الموسيقي اللي عنده، بيتقن الكلمة وبيحب الكلمة وبيعيشها. من هون أنه أحياناً بتحسيه هو عم بيلحن بيبكي، جوزيف هو عم بيلحن بيضحك، هو عم بيلحن بيتصرف احيانا كطفل. وهي هالشخصيه مو قادر جوزيف يخرج منها، بل منلاقيها دائما بكل مؤلفاته الفنيه والموسيقيه. من هون انه قبل ما اعجب فيه كفنان، قبل ما قدره كموسيقي، أنا معجب بشخصيته المرحة، الطفلة، الحلوة، النبيلة بتصرفاتها، واللي بتحسيها إلى جانب الإبداع في عندها شيء من التراث ومن الأصالة.
للمؤلف الموسيقي جوزيف خليفة العديد من الألحان. لحن للفنانة ماجدة الرومي لأنك عيني، للشاعر أنريز غيب الذي قال فيه: أحب في جوزيف خليفة اثنين، نزعته الإيمانية العميقة وشاعرية لديه في كتابة اللحن نحتاجها لقصائدنا التي إن لم تكن في نقاوة الصلاة لا تستحق أن تدخل حرم الشعر والموسيقى. ومؤخراً لحن للمطربة ماجدة الرومي نشيد حب لجبران خليل جبران، إضافة إلى العديد من الألحان الدينية. وفي العالم الديني لحن لعدة فنانين، نذكر منهم جمانة مدور، نبيها يزبك، نزار فارس وغيرهم. كما ألف خليفة العديد من الموسيقى الخاصة بالأطفال للمسرح والتلفزيون. وفي مسرح الكبار والأعمال التلفزيونية الوثائقية ألف العديد من الأعمال الموسيقية. فيما يخص التأليف، صار فرصة أني أنا تعرفت على ست ماجدة الرومي تقريباً من 24 سنة، وفت بتجربة الأغنية. وقتها كتب سيز هنريز غيب لأنك عيني وغنتها ماجدة الرومي وأنا الحين يعني، وفت بهالعالم هيدا تجربة الأغنية ونجحت. وصرت أعمل كل ما في مناسبة بتحب أنه تظهر فيها على المسرح ست ماجدة أو على التلفزيون، كنت أنا دايماً بقربة، صرنا أصحاب أصدقاء عائلي وعائلي وعائلتها وبيتنا، وصرت كمان فنان بقرب هالفنانة يعني. كل شيء بين كمان تعمل فوكاليز، تمرين صوت، بين ألحان، بين ألحان دينية وألحان أغاني يعني، كنت دايما أنا بقربها. وكمان اتجهت بالعالم الديني مع فنانة جمانة مدور، عملت ظهرت أنا وياها 5 ألبومات سوا، أنا لحن وهي تغني. وفتت بعالم كمان تلفزيون، عملت أشياء برامج تلفزيونية أكيد موسيقى يعني، بين أغاني وبين موسيقى تصويرية. نزهة الموسيقية، أنا فعلا مني ناقد موسيقي، أنا بقدر أحكي أنه كإنسان أتذوق الموسيقى، وكإنسان سمعت كلمات إلي لحنها جوزيف، بقدر أقول أنه عطاها إمكانيات وعطاها أبعاد أنا ما كانت عندي. أنا فعلا قلت هالكلمات بطريقة ممكن بتعبر عن مشاعري، ولكن عندما لحنها جوزيف لقيت هذه الكلمات أنه ذات أفاق أوسع بكتير مما أنا كنت متصورة. لجوزيف خليفة في الموسيقى التصويرية حوالي 10 معزوفات، منها العبودية، الفجر، أوديسي، رقصة لبنانية وغيرها. البعض من معزوفاته خصصت لمناسبات اجتماعية فنية ودينية. وفي الموسيقى التصويرية دائماً هناك موضوع معين يدخل في عالم الخيال، أما الكلمة فتبقى عند الفنان هي الأهم. أنا كثير الكلمة بتأثر فيي بالنص يعني، بتفاعل فيها. إذا كانت جميلة أنا أكيد، إذا بجميلة ما بخدها لو مين ما كان جميلة بالنسبة لي يعني. أنا ما كي أنا أتفاعل لازم أنا أتفاعل، إذا ما تفاعلت ما فيني أعطي شيء. دونك أنا الكلمة بتخليني أتفاعل وبتخليني شوف شو هو معقول اللحن يكون يعني. الموسيقى التصويرية إن كان للرقص تعبيري أو لفيلم أو لتلفزيون أو لمسرح، كمان بيمشي عليه حسب تام، حسب موضوع بخص المخرج أو الإعداد أو الفكرة يعني. يمكن حزن، يمكن ضحك، يمكن فرح، يمكن ما بعرف شو. كمان بتخيل يعني، كله هيدا بفوت بعالم الخيال، بعالم الخيال. حقيقة الموسيقى شيء رائع جدا، أنت بعالم خيال بتحققيه، بتجسديه بصورة معينة ملموسة يعني. الآخر يشعر أنك عم تبكيه، يشعر أنك عم بتضحكيه، يشعر أنك عم بترقصيه حقيقة. بس الموسيقى بيكون فات بعالم الخيال، عم بتخيل كيف بدي بكي، كيف هون مشهد حزن بدي خليه يتأثر، كيف هون بدي خليه هيك يتفاعل، يحب، يعشق، يبكي، ما بعرف. فإذا دور الفنان إنه يفوت بهالخيال ويجسده للناس بطريقة ملموسة.
ومن الشعراء الذي لحن من كلماتهم الموسيقي خليفي نذكر جبران خليل جبران، سعيد عقل، أنس الحاج، يوسف الخال، أريس غيب، سهيل مطر، ورودي رحمي. أما المسرحيين الذين عمل معهم في إطار الموسيقى المسرحية نذكر شكيب خوري، شارل صوايا، وريمو جبارة. جوزيف تعرفت عليه بال85. أول شيء أنا بسطت فيه لأنه من عمشيت اللي زملا فيها، وبعدين عمشيت بلد رضا خوري الله يرحمه، اللي أهم مصري بالشرق. وجوزيف تعاونت شوي أنا وياه بصانع الأحلام، وكان في معنا كمان مدموزيل، كانت جوزة صار ست اليوم عند أولاد، غنت رفران بالمسرحية حلو كتير. أهمية جوزيف يعني أنا اليوم بهالأيام الزعبرة يعني أنه لا ادعى أنه هو بيتهوفن، بحب ألحين جوزيف لأنه نظيفة كتير وطبيعية يعني ما فيهاش، وبتصور أنه اللي عم بيعملوا منيح كتير ولو من دون دعاية، يعني ما عم بيعملوا بالإعلام عبقري وحط إجرع بيتهوفن ودعس، يعني بدنا ناس يكونوا صح حتى لو ما كانوا بمستوى مزار، يعني بس يكونوا هني مش حرامية الحين وحرامية التقيف. المؤلف والملحن جوزيف خليفي فنان مبدع استطاع أن يجمع بين سمو اللحن وعمق الروحانية، وهو إضافة إلى تأليفه وتلحينه لأعمال دينية راقية عرفناه مديراً لأكثر من جوقة دينية في أكثر من احتفال ديني في لبنان والخارج، وعن أعماله نال جوائز عدة في لبنان والعالم. كنز جوزيف خليفي هو عائلته، هي همه الأول والأخير في هذه الدنيا، لها يعمل، يكد، يتعب ويسهر. أول شيء أنا ربيت ببيت محب، يعني بي وأم وأخوة بنحب بعضنا ومتعلقين ببعضنا، وهذا الشيء عطاني هالروح، الروح الحلوة، روح محبة الآخرين، وروح النكتة إذا بدك الفرح. إلى أن أنا تزوجت من جنات عواد، والله عطانا 3 أولاد يلي هو جو، بول وماريا. هودي كل شيء بحياتي، يعني هني درجة تاني، لأن درجة أولى بالنسبة لي هو الله، درجة تاني بحياتي. كل اهتماماتي لألهم، فني لألهم، شغلي لألهم، ومحبتي كلها لألهم. ألحان جوزيف خليفي الشعبية والكلاسيكية تغرف من نبع موسيقى الروح، وهذا المنبع يجعلها متينة الارتباط بالنغمة المتصاعدة التي تدخل القلب قبل السمع. أنا بحب أقول له لجوزيف أنه كل مرة بسمعه بحس أنه عم يعبر عني، وعم يعبر عن توقي الكبير للموسيقى الحقيقية وللموسيقى الداخلية اللي بترن بالداخل وبتقول عن الإنسان الحقيقي غير المزخرف وغير المصطنع، واللي بحب كونه دايما. جوزيف خليفي عاشق الموسيقى، عاشق الطبيعة، عاشق الأمل، والغد أمامه أضواء وألحان وطموح. المستقبل بحسه دايما حلو قدامي، ولا نهار فكرت اني بدي اخلص او بدي انتهي، ولو في نهاية ما بفكر، بفكر شو معقول يكون بكرة حلو، يمكن شمس حلوة، يمكن بسمة حلوة، يمكن زهرة تطلع بالحوض زهور عندي، يمكن انسان اتلاقى فيه بحياتي يكون حقيقة وجه جديد بحياتي، يمكن هوا حسه هيك منعش يساعدني. من ناحية الفن أنا بشوف دايماً أنه لازم أنضج أكثر فنياً، لازم أعطي أكثر، ولازم ما أتأخر بولا مناسبة تنعرض علي أني ما أكون موجود.
أقولها. جئت لأحيا بمجد المحبة بنور الجمال.